منتسبين، يعني منتسب كل العراق كله العراق منتسب يصير تحت سيطرة داعش، يعني شنو؟ زين بين خيارين، واحدة من الاثنين، لو تبقى تحت سيطرة داعش وانت مطارد يومية تغير مكانك وتتنكر، لو تطلع خارج سيطرة داعش مشرد وصادر أموالك، واحدة من الاثنين. احنا قسمنا قسمين، قسم ظل تحت سيطرة داعش مطارد ويوميا متخفي متنكر بمكان، ها؟ والقسم الثاني ترك الموصل وطلع خارج تشرد، تعرفون شو مهجر؟ زين، وبراها جوا الدواعش صادروا أمواله وممتلكاته. زين، ها صرنا بين المطرقة والسندان. احنا اليوم بمظاهرة جديدة في مدينة الموصل بمنصة الاحتفالات، كل الموجودين والحاضرين هنا من قيادة قوات الشرطة الاتحادية الفرقة الثالثة. لحد الآن ماكو أي شيء بالنسبة لنا من ناحية العودة. احنا مشمولين بقرار العفو رقم 27 اللي هو صدر 17/1/2017، يعني مر عليه تقريبا سنتين. لحد الآن ماكو أي شيء علينا، رغم أنه احنا كملنا إجراءاتنا القانونية بالكامل ورحنا حتى للمحكمة وجبنا كفلاء تكفلونا، لكن الحكي أنه لحد الآن ماكو أي شيء علينا. الناشد باسمي وباسم كل الحاضرين اللي موجودين هنا واللي غير موجودين اللي ما ساعدتهم الظروف أنه يجون لهذا المكان، أن يكون يعني عذرهم مادي أو عندهم حالة مرضية، بكل اسمهم أناشد الحكومة المركزية والحكومة المحلية وكل النواب إذا كانوا بالحكومة المحلية أو بالمركزية أن يلقون حل إلنا. فإحنا أصحاب عوائل وصراحة تعبنا، وإذا تشوف هسه اليوم مطر والجو حالة الطقس جدا سيئة، لكن مع هذا ما منعنا الطقس أنه نجي لهذا المكان ونوصل صوتنا. وبنفس الوقت نشكر السيد غازي فيصل على إيصال صوتنا والتعاون معانا للمرة الثانية، وصراحة هي القناة الوحيدة اللي حضرت لهذا المكان وجاي تنقل صوتنا. فأتمنى من السيد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة أن يطلق العفو رقم 27 حتى يعني تعيش هاي الناس وترجع لخدمة هذا البلد. وضعنا احنا هاربين من فرقة الثالثة شرطة اتحادية، رجعنا بقرار العفو رقم 27 سنة 2016، باشرنا بتاريخ 16/1/2017، احكي لك ضباط ومراتب، باشرنا اجراءات هاي قانونية كفالة ومجلس تحقيقي وكملنا كل الاجراءات اللي مطلوبة من عندنا. فتفاجئنا بوراها انه صدرت الرواتب فقط للضباط، احنا المراتب لحد الان ما مستلمين راتب. انت دومت ولا بعد؟ لا احنا سجلنا مباشره، بس المشكله الكتب اللي تجي عدم توفر اعتماد مالي، تخصيص مالي، وسنه 2017 ماكو تخصيص مالي، جت 2018 وكذلك. زين، ونفسهم هم الضباط من امر فوج المساعد الامر سريه، يعني رجعوا ويانا، هو امر فوج مالي المساعد امر سريه امر فصيل، رجعنا بنفس القوائم وبنفس القرار، أنا تسلسلي 182 زين بالقائمة، وهذا الولد وياي أصدقائي نفس الشيء. زين، فشنو الاختلاف يعني بين الضابط والمنتسب؟ ونفس القرار ونفس التاريخ اللي تركنا المسلك يوم 10/6/2014 ورجعنا بقرار عفو عام رقم 27 سنة 2016. أوجه ناشد رئيس البرلمان عادل عبد الهدي وناشد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان ورئيس الوزراء واي واحد يقدر يوصل صوتنا، كوننا احنا يعني هم ولدهم، ومثل ما رجعوا الشرطه المحليه خلي يشوفون الشرطه الاتحاديه. يعني احنا شنو ذنبنا؟ هسه اكو ناس بينا انذبحت واكو ناس بينا راحت، لحد الان ما حد يعرفهم شو وين، شنو ذنبهم هاي العوائل. فاتقدم بالتهنئه الى السيد عادل عبد المهدي على المبادرة بعودة الشرطة المحلية، وخلي يشوفنا مثل ما عاد إخواننا من الشرطة المحلية أنه يشوف حالنا ويشوف وضعنا. وإحنا شغلتنا كاملة، بس مقسمين على الوية وعلى فواج، بس ننتظر أمر المباشرة، نريدهم بس يصدرون أمر مباشرة نباشر، ما عندنا أي مشكلة. كل الإجراءات كملتوها؟ كافة الإجراءات كاملة مع مجلس وكفالة كامل مكملين، بس انتظر أمر مباشر من القائد يوقع. راجعت اللواء مالتك؟ راجعت اللواء وسوينا كفالات وكامل الشغلة، بس انتظر أمر مباشر فقط.